أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعلنا الله من الملحين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وراسقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تعليم كلمة أم موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته، وريب أو شك أو تعجيل عن تلاوته، أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير ملغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد أو تشديد أو همز أو جزم أو إعراب بغير مكان. فاغفروا منا على التمام والكمال والمعذب من كل الألحان. فأعذر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، وقدرنا به الخير والسعادة والبشارة والأعمال، ولا تقتلنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال كريم ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران، وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على السلال وأسكن النار وصل الجنان، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على السلال وأسكن النار وصل الجنان، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على السلال وأسكن النار وصل الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأكرمنا بلقائك يا ديان، فأكرمنا بلقائك يا ديان، فأكرمنا بلقائك يا ديان، سجدنا بحق التوحيد والإنجيل والزبور والفرقان، أعدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجبر وكربك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد شاهد الشريعة والبرهان، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زجنا بزينة القرآن، وأكرمنا بكلامة القرآن، وعلسنا بغلاة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا، وعافنا بالآخرة بهرمة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا، وعافنا بالآخرة بهرمة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا، وعافنا بالآخرة بهرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر يونسا وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار والناس سدرا وحجابا، وإلى الخيرات كلها ذليلا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار والناس
الخيرات سترا وإجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار والناس سترا وإجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، فأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الفضل والإحسان، اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل عزب حسنة، وبكل نسه نعمة، وبكل رفع رفعة، وبكل همن سناء. اللهم ارزقنا بالألف رفعا وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالزاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالهاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال ذنوبا، وبالدال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاء زلفا، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالذاء ظفرا، وبالعاء علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاها، وبالكاف قربا، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالواو وصلة، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرا يسرا يسرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ وتبارك ما قرأنا ونور ما تلونا وإلى روح سيدنا محمد عليه السلام. اللهم بلغ وتبارك ما قرأنا ونور ما تلونا وإلى روح سيدنا محمد عليه السلام. اللهم بلغ وتبارك ما قرأنا ونور ما تلونا وإلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى روح شيخنا ووسيلتنا وقدوتنا وقود أربائنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخواتم من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من قبل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.